يعني عندنا تفاهمات كثيرة، تعاون كبير بين البلدين بخصوص مكافحة المخدرات، تبادل معلومات بخصوص التجار والمروجين. راح نفتح يعني مكتب في طهران ضمن سفارتنا، ونرسل ضابط اتصال من قبل مديرية مكافحة المخدرات لمتابعة المعلومات الاستخبارية ومتابعة تجار المخدرات. حصل تطور أيضا في موضوع ضبط الحدود الدولية، وهذا طبعا هذا التطور من خلال إقامة تحكيمات اللي قامتها قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية وأيضا من الجانب الإيراني، وتم ضبط كميات خلال هذا الشهر من المخدرات بالتحديد في قاطع لواء الحدود العاشر. وعندنا أيضا في محافظة السليمانية أيضا تم ضبط يعني كميات من المخدرات وإلقاء القبض على مطلوبين. التعاون موجود يعني بين البلدين في موضوع مكافحة المخدرات، وأكو جدية لمتابعة هذا